إن سد النهضة لا يمكن أن يكون مجرد حلم غير واقعي، بل هو حلم بدأ تحققه بفضل الله تعالى منذ أن نوى الإثيوبيون أن يخرجوا من دائرة الفقر المستعصية، فكانت إرادة الله وتوفيقه لهذا الشعب الإثيوبي العظيم دليلاً على أن الجراح الإثيوبية هي مصدر قوة لا يمكن أن تزعزعها الإرادات الخارجية، والتي تنوي أن تسلب إثيوبيا حقها في تنمية أمتها الشامخة. وإن الإثيوبيون وإن اختلفوا في أمر ما، فإنهم لا يمكن أن يختلفوا على حب وطنهم على الإطلاق، أو أن تكون قلوبهم في ذلك شتى، خاصة فيما يتعلق بمصالح إثيوبيا العليا ومصالح الإثيوبيين. حتى وإن تراقص البعض على جراحهم أو أراد أن يجعل بأسهم بينهم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج السيادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين أرادوا لبلادنا أن تكون دويلات تتصارع فيما بينها ويأكل بعضها بعضا تلاشوا وتبخرت أحلامهم، كما تتبخر مياهنا لدى بعض السدود العالية. أنا بحضرتكم بالشهادة المشاهدين وبدف حضرتك، مصر لا تعود صغيرة، مصر كبيرة وستبقى كبيرة، وما تفعله الأسبي هي التي عادت صغيرة. حياكم الله في حلقة جديدة وخاصة من برنامجكم السيادة. بداية، تتقدم أسرة برنامج السيادة على قناة برايم ميديا بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفنان هاجالو هنديسا وذويه، وإلى الشعب الإثيوبي العظيم بكافة عرقياته وأديانه، وإلى فخامة رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية السيدة سهلة ورق زود، وإلى فخامة رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد علي، وإلى أبناء عرقية الأورومو الكرام الذين فجعوا جميعا مثلنا بمقتل الفنان الإثيوبي المناضل البطل القومي الأورومي هاجالو هنديسا، والذي قتل بدم بارد مساء الاثنين الماضي في ضواحي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدين الكرام، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا حال بعض من زعموا زورا وكذبا وبهتانا أنهم يريدون الخير لإثيوبيا وأنهم مع تنميتها وازدهارها، فسرعان ما تكشفت حقائقهم وسرعان ما أميط اللثام عن وجوههم الكالحة. وإنه لمن الوارد أن تحدث الأزمات في كل مكان وزمان، ومن الوارد تفاقم الأحزان وحدوث الصراعات بين بني الإنسان، ولكنه لم يكن في الحسبان أن يتحول من يزعم بأنه إنسان إلى مجرد شيطان ينفخ الكير ويشعل النيران ويؤجج نار الفتنة بين الأهل والإخوان. خبر حلو قوي قوي للمصريين، احتجاجات في إثيوبيا وضرب نار وتفجيرات وشوارع خربانة وأحداث صعبة جدا. لو عايز تعرف كل التفاصيل على قناتي على اليوتيوب. تلك أمانيهم، والتي تحولت بفضل الله تعالى ثم بإرادة الإثيوبيين إلى كوابيس تقض مضاجعهم، وهم يرون بأم أعينهم أن جراح الإثيوبيين لن تقبل أن تداويها الأيدي الخارجية الممدودة بالخناجر المسمومة، وأن الدماء الزكية التي أريقت في بلادنا هي وقود وحدتنا وقوتنا وصمودنا أمام من أراد لإثيوبيا
أن تكون صغيرة وفقيرة وضعيفة وممزقة كل ممزق. قد يختلف الإثيوبيون ولكنهم صامدون ومتحدون كصمود سد النهضة بل أشد أمام مصالح وطنهم العليا. إن الإثيوبيين اليوم أكثر وعيا من ذي قبل بما تصبو إليه بعض الأطراف الإقليمية التي تهدف إلى أن تجعل من الشعب الإثيوبي لقمة سائغة يسهل التقامها، ذلك من خلال الاستغلال الرخيص لبعض الأحداث المؤسفة في إثيوبيا، ومن خلال تأجيج الأوضاع وإشغال المجتمع الإثيوبي بالصراعات الأهلية، ويؤملون أنفسهم بذلك ليمهدوا الطريق أمام الانقضاض في ساعة الصفر التي يترقبونها على أشلاء الأمة الإثيوبية في ظنهم. يسرني في هذه الحلقة أن أرحب بضيفي العزيز الأستاذ كامل شمس سراج، الخبير القانوني وإحدى أبرز الشخصيات الإثيوبية. حياكم الله فضيلة الشيخ وسعداء بتواجدكم معنا. حياكم الله وإياكم. مرحبا بكم. على استضافتكم. تحية لك شيخ كامل، ومسرورون حقيقة بتواجدك رغم هذه الأحداث التي تمر بها بلادنا اليوم. قبل أن نتطرق إلى العنوان الرئيسي لهذه الحلقة، أريد أن أسألك ماذا يعني هاجالو هنديسة للشعب الإثيوبي؟ خير، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بحر التعزية للشعب الإثيوبي حكومة وشعبا لفقيده العظيم، وهو يعني هاجالو هنديسة رمز من رموز النضال، رمز من رموز النضال الذين ضحوا حياتهم لحرية ومساواة شعبهم، وليس هو فنانا كباقي الفنانين، وكلما يتقدم به فيه رسالة للشعب، يرفع معنوية الشعب ويعني يظهر أمام الشعب الإثيوبي أن ما يريده هذا الشعب هو المساواة والحرية لا أقل ولا أكثر. يعني هاجالو هنديسة للشعب الإثيوبي وخاصة للشعب الأورومي رمز وأيقونة، وأيقونة النضال. كل كلماته لها معنى ولها وقع خاصة لدى الشباب، وهو ذاق مرارة الظلم وأمضى سنوات في السجن وهو يعني في 16 من عمره زج به في السجن، وكل أغانيه وكل يعني ما قدمه مواويل يقولون أنه كان أكثرها هو الذي كتبها هو في السجن، وهو الذي يقدمها، ويعني هو لا يخاف من أن يقول الحق لأي أحد. وهو أيامه هو اللي كان يعني يغني أو يقدم برنامجه خاصة في أوروميا وفي أديس أبابا، أغلب رسالته توجه إلى الذين كانوا يقودون البلد في ذلك الوقت، يقول لهم أوقف الظلم، نحن نريد الحرية، نريد الحياة، نريد الحياة الكريمة، كان يقول. وهو مثل للشباب، مثل للشجاعة، مثل للقول للصدع بالحق في أي وقت لا يخاف. وهاجالو هنديسة هو رمز من رموز هذا الشعب، ويعني قدم الكثير في عمره القليل، وهو توفي وهو في 34، وله صيت داخل إثيوبيا وخارجها، وسافر إلى البلدان أمريكا الشمالية وإلى أوروبا وإلى أستراليا وكندا، وقدم يعني أغنيته كل أغانيه، حتى وإن كان في بعضها أغاني الحب والغرام لكن فيها رسالة.
أيام الظلم والقمع، فيه يعني يرسل رسالة يعني عبر كلمات الحب والغرام وكذا. وجالو فنديسا يعني وفاته أو اغتياله قد أحزن جميع الشعب، جميع الأحرار، جميع الذين يريدون أن يقال الحق في كل وقت وحين. لكنه يعني ترك رسالة قوية، أن الحق حق أن يتبع، أن الحق حق أن يقال في كل وقت وحين، وأنه يعني ترك رسالة بعدم الاستسلام لأي إغراءات من أي جهات. وهو عاش يعني لشعبه ومات في طريق نضاله. هذا جالو هنديسا يعني نعم باختصار. طيب أسألك بداية، إذا ما اختلف الإثيوبيون في عدد من الملفات، فهل يختلفون على مصالح البلاد العليا، مصالح إثيوبيا العليا؟ خاصة نحن نرى هذا الاستغلال الرخيص لهذه الأحداث التي وقعت في بلادنا مؤخرا، هل يختلف الإثيوبيون في مصالح بلادهم ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد على قلب رجل واحد؟ هل يختلفون وهم الذين كانوا في صراع أثناء معركة عدوى كما نعلم جميعا، ولكنهم اتحدوا في هذه الأزمة وفي هذه الأحداث حتى أخرجوا المستعمر الذي أراد احتلال البلاد؟ شوف أخي الكريم، الاختلاف هي سنة كونية. خالق الكون حينما خلقها خلقها مختلفة الألوان والأشكال. الاختلاف يعني هو إذا كان اختلاف التنوع واختلاف الآراء، هذا شيء ممدوح ووارد. لكن اختلاف الإثيوبيين فيما بينهم ليس بدعا من البشر كاختلاف كل بني البشر في كل العالم، في كل الدنيا، في الدول النامية وفي الدول المتقدمة. وإثيوبيا ليست بلدا وليدة العهد، بلد قديم من البلدان ضاربة في التاريخ، من البلدان التي تذكر في التاريخ، بلدان ثلاثة أو أربع دول تذكر في التاريخ في قدمها. وهذا البلد منذ بدايته يعني جاء عبر عدة ممرات وعدة محطات. والإثيوبيا الجديدة التي نحن نتحدث عليها الآن، التي أنشئت تقريبا من بعد القرن الثامن عشر إلى الوقت الذي نحن نتحدث فيه في القرن الحادي العشرين، هذا مرت بعدة مراحل، لكنها لها متميزات ولها ميزة تختلف عن باقي البلدان. ألا وهي؟ أنها لها دولة ولها سيادة ولها حدود ولها علاقات خارجية منذ القدم. صحيح كانت هناك اختلاف وصراعات فيما بين الإثيوبيين على السلطة، ويعني حروب داخلية بين حين وأخرى، لكن في أي وقت من الأوقات لم تترك هذه الحروب، هذه الخلافات مدخلا لأي غريب، لأي خارجي. خذ مثلا حينما غزت مصر إثيوبيا واستولت على بعض المناطق في الشمال، كانت هناك خلافات بين يوهانس وبين مينيليك وبين تكلاهيمانوت. مينيليك كان له سيادته على شوى على وسط البلد، وأما يوهانس كانت سيادته أو سلطته على الشمال على تجراي وإرتيريا وحولها، وأما تكلاهيمانوت كان يقود جوجم وبيجيدمدر وغوندر
والإقليم الثالث اللي الآن يدعى بإقليم الثالث. لكن عندما حاولت في نفس الوقت حاولت مصر أن تستغري أو أن تشتري زمام يوهانس ولم تستطع، وفي نفس الوقت حاولت إنجليز عبر وسيطها المصري، وهي كانت يعني مصر كانت مستعمرة إنجليز، يعني عبر وسيطها المصري التدخل ويعني تمديد مينيليك بالسلاح وكذا لكي يعطوهم بعض المناطق في الشمال. هؤلاء الثلاثة مع ما بينهم من الاختلافات الداخلية على السلطة رفضوا كل الإغراءات، كل ما قدمت لهم مصر. وكذلك في أيام إيطاليا كانت هناك محاولات كبيرة لشراء الزمم وتقديم بعض الأسلحة لبعضهم، لكنهم رفضوا ولم يستطيعوا ذلك. مع ما بينهم من الخلافات غزوا واستطاعوا يعني أن يغلبوا إيطاليا في عدوى، المستعمر الإيطالي في عدوى، مع اختلافهم في العراق في الأديان وهذه كلها. وهذا شيء حتى عندما مثلا في كانت هناك فراغ على السلطة، عندما مثلا ترك منغستو البلد وقبل دخول حكومة بي بي ار دي اف او يادك، لكن الشعب كان متوحدا وكان مدافعا عن سيادته ولم يستطيع احد الدخول بين صفوفهم. فهمت؟ انظر عندما ترك هيلي سلاسي وغادر الى الانجليز، الشعب نفسه توحد مع ما فيما بينه في خلاف، يعني بين اهل شوا وبين اهل جما او هرر وارسي او اهل الشمال بين اهل التجراي وامهارة، لكن المناضلون كانوا يعني يقضون مضاجع الايطاليين بعدم وجود الملك نفسه، هو كان في انجلترا. فاهم؟ الشعب يتوحد عندما تأتيه يعني بعض الملابسات من الداخل، متوحد. لا يعني في تاريخنا القديم قد عدنا هذا، أما اليوم هذا شيء من المستحيلات، كما يقال المستحيلات السبع، من المستحيلات أن يتدخل أي خارجي أو أي أجنبي لاستخدام ما يحدث في إثيوبيا. مثلا اغتيال هجالة هنديسة شيء يعني حزننا كلنا، حزن الشعب الإثيوبي كله، يعني الشعب والقيادة الإثيوبية كلهم، نعم، سواء في الداخل أو في الخارج، اغتياله بدم بارد. من وراءه؟ هذا يعني من أعمال تجريه السلطات الأمنية، نعم، السلطات الأمنية التي يعني تلاحق القضية. البعض عندما تسمع كأن إثيوبيا خلاص حدثت لها مشكلة كبيرة، كأن البلد ينهار ويمزق وكذا، هذا حلم. نحن مررنا بأحداث أكبر من هذا، أحداث من كوارث طبيعية وغيرها. إثيوبيا مرت بأحداث أكبر وأعظم من هذه. أنا لا أستهين بهذه الحادثة، هذه حادثة يعني ليست سهلة، لا أقول مستهينا بها، لكن عندما تنظر إلى الأحداث التي وقعت بإثيوبيا، يعني التي ممكن واحد يقول خلاص إثيوبيا انتهى الآن كدولة تنهار وتنقسم وخلاص بعد هذا ممكن يعني دولة فاشلة وكذا، لكن الإثيوبيون لهم كما قلته لك لهم ميزة قوية، يستطيعوا أن يتجاوزوا مثل هذه الصعوبات، له عندهم خبرة، عندهم خبرة. أيام الحروب الطاحنة بين منغستو وبين إي بي آر دي إف، عندما دخلوا للسلطة خلاص كأن بعدها ما يسمى إثيوبيا كأنه لا تقوم لها قائمة، لكن تجاوزنا. قبل سنتين أو ثلاث سنوات ما كان يحدث في إثيوبيا من يعني مظاهرات ومطالب حقوق، وصحة الحكومة لم تستجب لهذه المطالبات وزجت بالقيادات وبالشباب وكذا في السجون، وهناك هنا وهناك يعني صراعات كبيرة. كان يطمع بعض الطامعين خلاص دور إثيوبيا ينتهي، هي ستصير مثل الصومال ومثل رواندا وسوريا وكذا، بعض الدول المضطربة، بعض الدول المضطربة يجعلوها، نعم، مسرحا لهذه الأعمال، نعم، لكن إثيوبيا خيبت ظنونهم وخرجت من المأزق.
ويعني شهد العالم أن إثيوبيا دولة عريقة، دولة يعني الشعب كله ما فيه من اختلافات أو جهات النظر أو بعض المصالح بعض المطالب، لكن عندما تأتي سيادة الوطن يقفون متحدون، يقفون شامخين. هذا هو والحادثة التي نحن فيها أيضا هذه تمر. وشوف هذه الأحداث الإثيوبيون يتعلمون منها، لا تكسروا ظهورهم. الأحداث التي تقع في إثيوبيا كلها تعلمون منها. هذا الذي نهى يقال. اسمح لي على المقاطعة يا شيخ. يقال أن الضرب العرب تقول قديما الضربات التي لا تقصم ظهرك تقويك، ولعل هذه سياسة ربما اتبعتها. تفضل واصل يا شيخ لأسألك السؤال التالي. شوف قبل السؤال، يعني أنا أود أن أقول إثيوبيا دولة عريقة، دولة ضاربة في التاريخ، دولة يعني قبل كثير من الدول استطاعت أن يعني تبني نفسها ولها عاداتها وتقاليدها. هناك يعني في إثيوبيا ما يقيم أعمدة هذا الشعب ليس هو القانون فقط وليس هي الحكومة فقط، هناك تقاليد وعادات ومراجع الشعب يرجع إليها في أيام الأزمات، سواء يعني مراجع دينية أو مراجع قبلية وكذا. وهذه كلها هي من أعمدة هذا الشعب. هذا الشعب هذا البلد لن ينهار، لن يتزعزع أمنه مهما حاول المحاولون أعداء البلد. صحيح كل بلد له عدو. لماذا؟ في هناك يعني بعض المصالح، يعني تمر بعض المصالح على بعض الدول، مثل نهر النيل ينبع من إثيوبيا ويمر على دول كثيرة ويصل إلى مصر. صحيح. وإن لم يكن هناك نهر النيل تكون هناك شيء أخرى الناس تتصارع عليه، يعني ممكن للخيرات الموجودة في بلدك الطامعون يطمعون، وممكن لقوتك ولمميزاتك التي أشياء التي أنت تتميز بها في الناس، يعني الحسد يحسدونك. لكن إثيوبيا بلد شعب عريق وشعب كبير، شعب يستطيع أن يتجاوز كل الصعوبات وأن يجمع كلمته، ومهما حصلت الخلافات فيما بينهم هناك عراق سيجدون بأنفسهم حلا، لا يريدون حلا خارجيا من أي دول. في مشاكلهم الداخلية الحل يعرفونهم الحل فيما بينهم. أنت شاهدت كيف يتراقصون فرحا، بعض الأطراف تتراقص اليوم فرحا بما حل بهذه الأحداث، يعني من هذه الأحداث. ما سر هذا الفرح المتزايد من قبل هذه الأطراف؟ وكيف يمكن أن نجمع بين من يقول أنه بين من يزعم أنه يريد الخير والتنمية وازدهار إثيوبيا، وفي الوجه الآخر بين من يقول أن إثيوبيا بين من يزف هذه الأحداث بنوع من الشماتة التي هي منقطعة النظير تماما؟ نحن نستغرب يعني بشدة هذه الشماتة التي لا نعرف مسبباتها لدى الأشقاء في بعض الأطراف. ما هي أسبابها؟ أسبابها كثيرة. أولا هذه الدول كانت قد حاولت قديما أن تستولي على خيرات إثيوبيا قبل مئات السنين، حاولوا ودخلوا الحروب الطاحنة مع إثيوبيا وهزموا، يشهد لذلك ما حدث في جندت نعم، ما حصل بين مصر مثلا وواسع يوهنس وقرعة، وهذه المحطات التاريخية هي الفاصلة التي يعني حقق فيها الإثيوبيون أنهم الشجعان، أن لهم أبناء يدافعون عن وطنهم بدمهم وكانوا يقولون إثيوبيا لا تستعمر إلا على دمائنا وأشلائنا. فهمت؟ عدم يعني الرجوع إلى التاريخ. من الذي حاول أن يغزو أن يستعمر هذا البلد ونجح؟ هل نجحت مصر؟ مرات
لكن المرتين المعهودتين، مرة يعني أخواننا في عفر يعني ردوهم قبل ما يصلوا للوسط، وحاولت مصر وحاولت إنجليز عبر وسيطها، وحاولت إيطاليا، وحاولت برتغال، وحاول الأتراك، وحاولت محاولات كثيرة من الخارج، وحاول الصومال، زياد بري حاول، هل نجح؟ لماذا لا يتعلمون من التاريخ؟ من يريد أن يمد يده إلى سيادة إثيوبيا فستقطع هذه، تقطع يعني قد قطعت ولم ينجح فيها أحد. لماذا يكرهوننا؟ لأننا تغلبنا عليهم وهزمناهم، هذا واحد. لماذا يفرحون؟ لماذا هذا الشماتة؟ لماذا؟ لماذا؟ هم دائما يحسدوننا على خيراتنا. هذا النهر كما يقول المؤرخون له أكثر من 30 مليون سنة، فهمت؟ وكل سنة يأخذ يعني كميات كبيرة من المياه ومن التربة اللينة الصالحة للزراعة إلى البلدان التي الآن تشمت بنا. عندما قامت إثيوبيا وتغلبت على الصعوبات الداخلية والخلافات يعني التي الخلافات السياسية، خليها نقول بصفة عامة خلافات سياسية، وقررت أن تزدهر وأن يعني تخرج شعبها من الجوع، من الظلام، من الحرف المتأخرة يعني القديمة، وقررت حكومتها وقرر شعبها أن يبني هذا السد. بعض الدول كانت تحاول أن تمنع المجتمع الدولي من أن يقوم بجانب إثيوبيا، يمنعون أو يعني يخترعون أكاذيب ويفبركون ترهات أمام المجتمع الدولي، أمام البنك الدولي، أمام الـ IMF، أمام أمريكا، الدول المانحة. ولكن إثيوبيا في الأخير قررت، أننا شعب أكثر من 100 مليون نسمة فيها، قالوا ألا نستطيع نحن أن نبني السد العالي الذي يبقى للجيل القادم ويكون رمزا للوحدة، رمزا للحرية، رمزا للسيادة والتطور. قرروا أن يبنوا من جيوبهم. لماذا أنت قلت لماذا الشماتة؟ خلاص عندما هزموا في كافة أوراقهم في كافة الميادين، نعم، وعندما رأوا أن الإثيوبيين قرروا أن يبنوا هذا السد ويخرجوا شعبهم من الظلام ويطوروا شعبهم ويعني قرروا ازدهار البلد، يعني هم خابوا. الآن ينتظرون أي فرصة، أي فرصة، أي صيحة يسمعونها في البلد، يعني من الحبة كما يقولون من الحبة يبنون قبة. شفت هذا لماذا؟ لما يكرهون يعني لما يحسدون هذا البلد. أنا أستغرب أحيانا من ذوي الكفاءة، من المشايخ، من أصحاب الديانات أو قيادات دينية، وظفوا كل هذه الأمور، شوف قيادات الدينية والفنانين والإعلاميين، إعلام الرسمي غير الرسمي، وال المعارضة والحكومة، الليبراليين، الإسلاميين، كلهم متحدين على أن يعني يفبركوا أشياء لم تحلم بها إثيوبيا ولا تحلم بها أبداً.